السلام عليكم، واش الدراري؟ تحياتي لكم، نتمنى تكونوا بخير، نتمنى تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غندويو على دولة بلغاريا او فيزا شينغن بلغاريا، فيزا السياحة ديال بلغاريا. كيف ما كتعرفوا الدراري، بلغاريا انضمت الى منطقة شينغن وكاينة في الاتحاد الاوروبي. يعني دابا الا حصلتي على شينغن بلغاريا عندك الحق تزور كاع دول منطقة شينغن، يعني مدة 90 يوم بكل حرية، يعني انك حاصل على شينغن بلغاريا، وهذه فرصه زوينه بالنسبه للناس اللي عندهم قدره يدفعوا التاشيره. وتواصلوا معايا بزاف ديال الناس عندهم القدره يدفعوا التاشيره وما كيقدروش يدفعوا لها، ما عرفتش علاش. شنو الخوف اللي كيجيهم من التاشيره؟ لحد الان مابغيتش تفهم ليا. حاجه اللي ساهله، غتجمع واحد الدوسي بسيط وغادي تمشي توكل على الله. رسوم التاشيره على ما اظن 50 اورو حتى 100 اورو، ما غديرها بحال اللي طاحت، وغادي تدفع وغادي تشوف حظك شنو فيه، وربنا مكتب لك شي حاجه راه غتلحق ليها. كنلقاهم كيقلبوا على شي حاجه ما خداماش ليهم وما صالحاش ليهم وما شجعهمش بيها. يعني انا كيف ما كتعرفوني كنشجع ديما الدراري بالطرق القانونيه والطرق اللي ما فيهم لا ريسك لا تهلوكه. داكشي علاش كنحاول ديما نبارطاجي معكم بلانات قانونيين، بلانات زوينين باش تهاجر بهم طريقه اللي زوينه وتخلي والديك هانين وتبقى انت هاني مع نفسك ومع ذاتك. بالنسبه لواحد البنت تواصلت معايا، حصلت على فيزا شينغن البلغارية وبارطاجيتها في ستوري في انستغرام. وصلني بزاف ديال الرسائل، خويا بارطاجي معنا الطريقة، خويا جليل بارطاجي معنا الطريقة، بارطاجي معنا الطريقة، شنو دارت، شنو الدوسي، شنو شنو شنو. كنت غندير فيديو وفعلا دويت مع ديك السيدة الله يجازيها بالخير، دويت معايا بارطاجيت معايا فوكال فيه المعلومات اللي دارت هي، معلومات بسيط شي خمسة الوثائق بسيط جدا. درت بحث اخر باش نحاول نجيب لكم معلومات زايدين، يعني بحال قلتي شي وثائق اخرين تقدر تزيدهم في الدوسي ديالك، ولي معلومه اي وثيقه زدتيها في الدوسي ديالك كتقوي الحدود ديالك، راك فاهم. يعني انا دابا غنبارطاجي معكم الوثائق كاملين اللي غادي تحتاج في طلب التاشيره السياحيه شينغن بلغاريا، راك فاهم. يعني الا حصلتي على شينغن بلغاريا راه فتحوا لك بيبان الخير وغتهاجر بطريقه قانونيه ويسر لك الله الامور ديالك. انت ما خاسر والو، غتدفع الدوسي ديالك وغتسنى المكتب. كيف ما ديما كنقول لكم ديروا بالاسباب وتسناو المكتب. يعني دابا غندخلوا في الموضوع نيشان، وخليت لكم كيف ما قلت لك غنخليكم في صندوق الوصف العنوان ديال القنصليه المتواجده في مدينه الرباط، في العاصمه الرباط، العنوان ديالها. وجبت لكم حتى الهاتف ديال القنصليه المتواجده في الرباط، بغيتو تواصلوا معاهم مكالمه هاتفيه، دو معاهم وتزيدوا تسولوهم على شي وثائق اخرين زايدين، ولا بغيتو تسولوهم على شي حاجه راه نخلي لكم الهاتف ديالهم في صندوق الوصف. ودابا الدراري غندوزو نقول لكم الوثائق اللي غادي تحتاجو في طلب التاشيره شينغن بلغاريا. اول حاجه غنخلي لكم عاوتاني في صندوق الوصف استماره طلب الفيزا ديال بلغاريا، يعني واحد الاستماره غادي تملاها لطلب تاشيره بلغاريا، غنخليها لكم حتى هي في صندوق الوصف. اول وثيقه هي شهاده العمل، يعني تكون عندك شهاده العمل تاخذ معها واحد اتيستاسيون دو كونجي، شهاده الكونجي ديالك، راك فاهم. هذا الشيء صوالح اللي كيقووا الحدود ديالك، راك فاهم. زائد الا ما كنتيش خدام راك كانت عندك بطاقه مقاول ذاتي ولا عندك ماحل ولا عندك، راه تقدر تلعب اللعب ديالك، فهمتي. تحط الحيس تحط الفلوس في الحساب البنكي ديالك وتطلع كاش في حساب وتوكل على الله وتجمع الدوسي وتوكل على الله تدفع، فهمتي. كنتي خدام راه مزيانه، وحيت اغلبيه ديال الدراري خدامين بواحد الصالير، بلا ما يهمش الصالير، واخا تكون انت شي 6000 7000 3000 درهم راه قادي الغاره. خاصك تعرف تلعب التريكيل ديالك وتوكل على الله ودير بالاسباب، راك فاهم. كيف ما قلت لكم جواز السفر يكون ساري مفعول، ضروري يكون فيه 6 شهور يعني ساري مفعول. رول فيدا البنكة 3 اشهر الاخيره، يعني الحساب البنكي ديالك يكون مروج هذيك 3 شهور الاخيره اللي غادي تدفع فيها الدوسي ديالك، راك فاهم. ووريتكم ديما الطريقه ديال ترويج الحساب البنكي، دخل خرج دخل خرج كل نهار. قد ما حتى البنت قالت لي انا راه كنت ندخل كل نهار كل نهار، يعني مده 3 شهور. تخيل معايا هذيك الرول فيدا البنك تحديت فيه شحال من ورقه، ما شحال قبل الله ما عقلتش شحال. قالت لي المهم قالت لي كنت كنروج الحساب هذيك 3 شهور الاخيره مزيان. وكيف ما ديما كنقول لكم مرجان ماركت، شري هادي لشي واحد يعطيك الفلوس، حطها فلوس ديال الاخ ديالك ديال الاخ ديالك ديال ولد خالتك، شد دخلها خرجها صاحبك، شد عنده دخل خرج، قد دخل وخرجك 3 شهور الاخر، راك فاهم. روج الحساب البنكي ديالك مزيان. زائد
حجز فندقي يكون مؤكد ومفعل وحقيقي كيف ما ديما كنقول لكم، باش ما تلقاش شي مشكل وما تواجه حتى شي مشكل، يكون حقيقي في المدن السياحيه راك فاهم، يعني يكون في المدن السياحيه في دوله بلغاريا. زائد تامين صحي يعني اسيرونس دو فواياج، هذه راه ضروري في اي طلب ديال التاشيره كدير واحد اسيرونس على السفر ديالك. حجز تذاكر الطيران ذهابا وايابا يكون هو مؤكد ومفعل راك فاهم. فوتوكوبي ديال الباسبور ديالك، يعني الوثائق كاملين دير لهم نسخه، يعني الوثائق كاملين اللي ذكرت لكم دير لهم نسخه، وهاد الوثائق كاملين غترجمهم باللغه الانجليزيه راك فاهم. صوره واحده على في طلب تاشيره، واحد الصوره العبار ديالها 35 مليمتر في 45 مليمتر، خلفيه بيضاء، تركزوا على خلفيه بيضاء يعني الصوره تكون مزيانه. بالنسبه لاخر حاجه هي مخطط السفر، هذا مخطط السفر راه كاين اللي قام كيديرو بالنسبه لهاد البنت راه ما دايرش، ولكن انا بغيتك تزيدو ماشي غير مخطط السفر، الا كانت عندك شي سياره في سميتك، شي دار في سميتك، باي وثيقه كتزيد الحدود ديالك كتقوي الحدود ديالك وكتبين بانك راك عندك علاش ترجع، مزيان علاش ترجع لبلادك راك مزيان، ديرها زيدها واخا ما يكونش مذكوره، ولكن زيدها انت في الدوسي ديالك كتبين ليهم بانك راك فعلا الدوسي ديالك منطقي. مخطط السفر كما قلت لك يشمل الرحله ديالك كامله، المدن السياحيه اللي غادي تزور، الفنادق اللي غتجلس فيهم، البلايص اللي غادي تزورهم، المطار اللي غتنزل فيه، يعني هي يشمل الرحله ديالك كامل من اول حاجه حتى لاخر حاجه. كتجمع هاد الوثائق ديالك اخويا الحبيب وكتوجه السفاره اللي غنخلي لكم العنوان ديالها وفي صندوق الوصف في الرباط، وغتدفع الدوسي ديالك وغتسنى الرد على 20 يوم 15 يوم ماكسيمو شهر، يردوا عليك بالقبول او الرفض، وان شاء الله تكون من المقبولين وتكون من المحظوظين وتجي وتخرج لك الفيزا ديالك وغتهاجر. بشحال الدوسي ديال الفيزا ديالك؟ بشحال غيتقام لك الرسوم ديال التاشيره؟ بشحال؟ 50 اورو حتى 100 اورو، ما عندوش على داكشي ديالك الصوالح الاخرين، حتى داكشي ديال ترويج حساب داكشي غينفعك غينفعك ضروري غدير راك فاهم الدراري، يعني انسان يتوكل على الله، خدام عندك محل عندك مقاول ديالشي، حط فلوس في الحساب البنكي ديالك، جمع هاد الوثائق وسير توجه الرباط ودفع الدوسي ديالك وتسنى الرد، ما خسر حتى شي حاجه. وعديد من الدراري حصلوا على التاشيره ماشي غير بلغاريا، كيف ما قلت لكم الفيديو ديال البارح راه بارطاجيت معكم ديال البلان ديال كوسوفو، الدري اللي بزاف ماشي واحد ماشي جوج، وكاينين بلانات ديال رومانيا، وكاينين بلانات ديال بزاف ديال الدول في شينغل في دول اوروبا الشرقيه، وكاينين بزاف ديال الدول في بلطيق حتى هما شينغن، يعني غنبارطاجي معكم ان شاء الله كل فيديو دوله اللي تقدر تدفع ليها، ونجيب لكم الوثائق والدوسي اللي غادي تدفع، توجهوا توكلوا على الله وديروا بالاسباب وتحرك، يعني غتاخذ عناء التاشيره ماشي ما غيبقاش فيك الحال. وبالنسبه لحجز استشاره معي عبر الواتساب، مرحبا باي واحد باغي يدير معايا حجز استشاره عبر الواتساب، راه كنبقى متبع معاه وواكب معاه اي بلان باغي يديرو كنواكبو معاه من الاول حتى الاخر. اللي بغى يدير معايا حجز استشاره عبر الواتساب غيدخل عندي الانستغرام، غيصيفط لي خويا جليل وحجز استشاره عبر الواتساب، غنصيفط لك النمره تواصل معايا في الواتساب، غندوي ابيل بحال اللي كدوي مع صاحبك صديق ديالك، غندوي ابيل فوكالات ميساجات نخلقوها مع بعضياتنا وندويو على اي حاجه مهمه واي حاجه باغي ديرها. هادشي اللي كاين اخوتي الحباب، نتمنى هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى كلشي يكون مفهوم، لايكات كومونتيرات، تلقاو شي فيديو جديد، تحياتي لكم حبابي.